السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تتعلم اي موضوع، الموقع ده هيفيدك لانه هيحدد لك ايه الحاجات اللي انت لازم تتعلمها عشان تتقن القصة دي، ايه الخطوات اللي انت المفروض ان انت تمشي عليها عشان تتعلم. مثلا عايز تتعلم ماشين ليرنينج، فايه الخطوات اللي انت لازم تتعلمها عشان تتعلم الماشين ليرنينج. عايز تتعلم الداتا ساينس، خلاص هيبدأ ان هو يديك الخطوات اللي انت عايز تتعلمها عشان توصل للداتا ساينس، ومثلا البرامج اللي انت محتاجها، طب ايه المعلومات العامة اللي انت المفروض تبقى عارفها، وهكذا. بيعمل لك شكل جميل جدا يشرح لك الفكرة. ده مثلا مثال للداتا ساينس، اعمل لنا جراف ليها، وتقدر تقول له انا عايز اخفي مواضيع او اظهر مواضيع، يبدأ يخفي او يظهر الحاجات ديت، وممكن يديك الوان معينة لبعض العناصر، فيبدأ يظهر لي الحاجات بالشكل دوت. اي موضوع بتبدأ تعمل عليه بس تحرك الماوس، يبدأ يقول لك ايه المواضيع اللي مرتبطة بيه والتوبكس اللي انت لازم ان انت تكون على دراية بيها قبل ما تدخل في تعلم حاجة زي كده. يعني المشين ليرنينج لازم يبقى عندك الحاجات ديت، سوبرفايزد ليرنينج وهكذا. مثلا عايز تعلم الخاصية، مثلا اي حاجة انت عايز تعلمها ايه اللي مرتبط بيه.